مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد في هذا الموسم الفني الجديد. شهر التراويح والقيام شرفنا يا شهر الصيام، ليلها روحي مذنبة ورجال مغرب الله ولينا وبارك. ليه معك كده؟ ما بفهم، بقى على فكرة بشك حبيب من دون الأحبة أظهر لي غرامه بعد للمحبة، لأنها لو عرفت سمحوها اللجان لما يزيد حنيني بجوزي وعجبائي. مطلق بطنية جمال وهو مغني كيفك بالعواطف العازل دليل، تعال اغلي في قلبي ليل معذبة تشتاق لي وحيدها يا حبيبي، تعال تستاهل الوقفة قبل الوقفة. الله يخليك يا حبيبي. هي التي توحد الوجدان السوداني، وهي الحقيقة هي المساحات التي تربط كل أبناء السودان. كم مرة كم حاول يفرق بين نفاسي أو عزوك. سمعتك في الظروف كنت هايلة، قولي. يا جمال على هذه المساعدات الطيبة. يوم قالوا لي الأقمار عليمة أنك تراها وتلمس أديمة. هتغني شو يا أخوي؟ ازداد في شجوني يجفو بدي النار شجوني، ليتهم عرفوا المحبة وعرفوا أسرار الغرام. كل طائر مرتحل عبر البحر لأصل الأهل، حملت أشواق دفيقة ليك يا حبيبي وللوطن وإكرامه لشكرانه. يا سلام، بلا شفتوا الأدائية، شفتوا هذا الغناء الجميل. الذكرى تجمعنا ونمرح طويل طويل. انت حتغني شو دلوقتي؟ العبقرية بتاعت هذه الأغنية هي فكرة بسيطة جدا لكن ما موجودة في الغنى السوداني إطلاقا، ربما في أي غنى. أين ذاك البزم الصدوق؟ أين ذاك البزم الصدوق؟ يوم جاك يوم صعد
عليه الكلام وعيود حنينك وترد السلام. والله يا ابني انا كنت خايف عليك من الاغنيه دي لانها صعبه جدا. تجيب لي الشاي تخط السمحه جنبي تقول لي اكب اقول لها اي يا كبي تقول لي طبق اقول لها لا لا تحسبي صحايا وخمري من وصفه طبي وسمري من بعده ضيع عمري جلسة مستمرة إن شاء الله. مشكلتي انك كبيره مني وكبيره جدا كمان في كتبك. اتحلى منك كيف؟ اتحلى منك كيف؟ دي جمجمه عمك. عمك منو يا زلمه؟ عمك نابليون يا قريبك يا. دي جمجمه بتاعت شافع يا شافي؟ دي محقته لما كان صغير يا ربيعي. احنا طبعا عندنا هنا اخواننا اهو الضواق اخونا الضواق ده في كل الحلقات موجود في هذه الحلقة يعني ده حيدوق لنا كده. اهو طار. وفي توصية برضه بيقول انك انت اسنانك بتتدردك تعيد الناس بالحلة. اي ده هوشي هوشي براي لو رسم من جدي ولا خطه اسكانيه ده هوشي. رمضان كريم. أول مرة في السودان مسلسل كرتوني سوداني للكبار والصغار. مسلسل البحث عن زوجة. يلا يا حمدتو لازم ألقى زوجة. أنا لازم ألقى زوجة والله. حنان بنت خالتي دي تعرف حنان.